أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة. أعلنت الداخلية الفرنسية حصول تحالف اليمين المتطرف على ثلاثة أو حوالي 33% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي أجريت البارحة، فيما حصل التحالف الرئاسي على حوالي 20% من الأصوات في هذه الجولة الأولى، وجاءت الجبهة الشعبية الجديدة في المركز الثاني بحصولها على حوالي 28% من الأصوات. هذه النتائج خلفت غضبا لدى الكثير من الفرنسيين، حيث شهدت ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس شهدت مظاهرات ضد حزب الجبهة الوطنية بعد أن حزب التجمع الوطني بعد أن تصدر النتائج، واندلعت مواجهات مع الشرطة الفرنسية في العاصمة باريس وأيضا في مدن أخرى، حيث أشعل المتظاهرون النيران واضطرت الشرطة أيضا لاستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الغاضبين. لم تتأخر ردة فعل الشارع الفرنسي على تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الانتخابات التشريعية في باريس. خرج آلاف المناهضين لحزب ماري لوبان الحاصل على 34% من الأصوات، والذي بات على بعد خطوات من أبواب السلطة. المظاهرات التي تزعمها تحالف اليسار الذي حل ثانيا في الانتخابات ب 28% من الأصوات دعا زعماؤه إلى تقوية الجبهة في مواجهة اليمين المتطرف. لا صوت آخر ولا مقعد إضافيا لحزب الجبهة الوطنية. نصيحتنا بسيطة وواضحة، بذلوا كل طاقاتكم حتى تتمكن الجبهة الشعبية الجديدة من تحقيق اتحاد الشعب، وسيتخذ كل شخص قراره وسيكون بمثابة التزام بمستقبل البلاد ومصيرنا. الاحتجاجات على نتائج الانتخابات المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الفوز الكبير الذي حققته الأحزاب اليمينية في الانتخابات البرلمانية الأوروبية تخللتها مواجهات وتدخلات عنيفة للشرطة. بينما احتفت الأحزاب اليمينية المتطرفة المتصدرة للمشهد الانتخابي في فرنسا بما وصفته بنهاية الماكرونية. لقد قالت الديمقراطية كلمتها، ووضع الشعب الفرنسي حزب التجمع الوطني وحلفائه في المقدمة، وقضى فعليا على الماكرونية. التحالف الرئاسي بزعامة رئيس الوزراء غابرييل أتال الذي حل ثالثا في الانتخابات لم يخفي امتعاضه من الخسارة، لكنه أكد المضي في مواجهة تقدم أحزاب اليمين المتطرف. في انتظار الجولة الثانية من الانتخابات لا يعرف على وجه اليقين شكل المشهد السياسي في فرنسا. تمت سيناريوهات تتوقع ما تصفه بفترة تعايش قد يجبر عليها إيمانويل ماكرون في حال فوز حزب التجمع الوطني اليمين المتطرف وقبول زعيمه جوردان بارديلا منصب رئيس الوزراء. توقعات أخرى ترى أن ماكرون قد يحاول جمع تحالف مناهض للتجمع الوطني لإبعاد اليمين المتطرف وتجنيب فرنسا الإصابة بشلال سياسي. الآن إلى الزميل عبد الله إيماسي ينضم إلينا من كالي، ونرصد معك الأصداء والأجواء عبد الله في هذا اليوم التالي للانتخابات وتصدر تجمع اليمين المتطرف لهذه الانتخابات. في المنطقة التي تتواجد فيها عبد الله حصل هذا الحزب على أكبر عدد من الأصوات، وهو يعتبر معقل لحزب التجمع اليميني. كيف هي الأصداء وردود الفعل بشكل عام عبد الله؟ جمال مرحبا. كما قلت، هو مد لحزب التجمع الوطني وموجة يعني غرقت فيها منطقة الشمال الفرنسي وكذلك منطقة بادوكالي،
وهذا الأمر هو الذي يفسر الهدوء الذي وكب إعلان النتائج المنطقة في هذه الصبيحة، صبيحة اليوم التالي هادئة، ويعني هي كما قلت معقل للحزب اللوبيني كما توصف هنا من طرف وسائل الإعلام المحلية. على الصعيد الوطني، على صعيد الصورة الكبرى والشاملة، صعيد فرنسا، الآن دخلت فرنسا ومنذ إعلان النتائج في معارك أخرى، بعضها تقني أو تكتيكي يتعلق بالحسابات والتحالفات، وبعضها سياسي. بالنسبة للجانب التقني، هناك ما يعرف في فرنسا بحرب أو معركة المثلثات، ذلك أن الجولة الأولى أعطت ل 76 مرشحا يعني مكانهم في الجمعية الوطنية، وبالتالي لا يزال هناك الكثير من المقاعد الشاغرة موزعة على الشكل التالي: ستكون هناك 190 مبارزة مباشرة أو معركة مباشرة بين مرشحين، ثم هناك أيضا 306 معارك معروفة بأنها ستكون ثلاثية، يعني بين 3 مرشحين ممن تمكنوا من اجتياز العتبة وحصلوا على في الدور الأول على 12.5 نقطة مئوية، وهناك معارك أخرى هي نادرة تتعلق بما يعرف برباعي الزوايا، يعني 4 مرشحين يتنافسون على المقعد الانتخابي خلال الجولة الثانية. إذن بالإضافة إلى هذه الحسابات المتعلقة بالأرقام وبالقانون الانتخابي، دخلت أيضا فرنسا ومشهدها السياسي في حسابات تتعلق بالتحالفات وبكيفية، مثلا بالنسبة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، كيفية تعزيز حضوره خلال الجولة الثانية. وبالنسبة للمعارضي اليمين المتطرف، سيبحثون كيفية وقف هذا المد اليميني المتطرف. هناك من مجموعة من يعني الاستراتيجيات يتم تبنيها من طرف المعسكرين. بالنسبة مثلا للمعسكر المناهض لليمين المتطرف، يبحث مثلا أن ينسحب عدد من المرشحين الذين يتقاسمون نفس الأفكار لصالح مرشح يرون أن لديه حظوظ في الفوز وعلى غريمه من اليمين المتطرف. ولكن في جميع الأحوال جمال، ومن خلال ما شاهدناه يوم أمس، يبدو أن اليمين المتطرف هو الذي فاز في هذه الانتخابات. لا يتعلق الأمر بالفوز الملموس، ولكن فوز معنوي، ذلك أنه نجح في تعزيز حضوره أولا، كذلك نجح إلى حد ما في إسقاط المعسكر المناهض له في مجموعة من التناقضات، وبالتالي يبدو أن الأمور تتجه نحو مزيد من طغيان الأفكار اليمينية المتطرفة في فرنسا. شكرا لك، شكرا لك عبد الله إيماسي من كالي، وأرحب هنا بضيفي الصحفي الكاتب الصحفي ريجي لسومير. مرحبا بك معنا سيد لسومير، وأريد أن أعود معك مجددا لنسبة المشاركة. البارحة كانت نسبة عالية جدا، كانت في حدود زيادة ب 20% مقارنة بالانتخابات الأوروبية في حدود الساعة 5 مساء. كثير من الفرنسيين كانوا، أو كثير من المراقبين كانوا يتوقعون أن هذه الزيادة الكبيرة في نسبة المشاركة تعكس وعيا فرنسيا أو يقظة فرنسية لقطع الطريق أمام اليمين المتطرف، ولكن هذا لم يحدث. نعم،
ليس هذا ما حصل على الإطلاق. يبدو أن هذا الحشد الكبير، أكثر من 70% من المشاركة كما ذكرتم، أن هذه هي مشاركة لم يكن لها سابقة في الانتخابات التشريعية منذ 1980. الآن لم يعودوا يفكرون بقفزة ديمقراطية، حيث يقولون إن الناس نعم فضلوا مثلا منتخب ماكرون ضد اليمين المتطرف، لكن هذا لم يحصل، لأنه مثلا في المحافظات تم بلوغ نسب حتى 10 إلى 15 نقطة من معدل جون بارديلا عن الانتخابات الأوروبية، وهذا يعني أنه فاق أداء جون بارديلا مرشح التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية، وهذا يعني أن الحشد في غالبية مناطق فرنسا كانت لصالح التجمع الوطني. نعم، أيضا الصوت النسائي يبدو أنه صوت بكثافة للتجمع الوطني. النساء في العادة يعادين خطاب التجمع الوطني، النسبة كانت بحوالي 13% من الناخبين كانوا من النساء في الانتخابات البرلمانية، ويبدو وأنها ازدادت النسبة في هذه الانتخابات. نعم، كان 13% في الانتخابات الأوروبية. لا نعرف الآن الأرقام بدقة حتى الآن، سوف تظهر كل الإحصاءات، ولكن يبدو أن هذا الرقم سوف يزيد، أن هذه الفئة أي النساء لم تعد تخشى التجمع الوطني، وهذا يعزي إلى الوضع الأمني في فرنسا وإلى تزايد الاعتداءات التي شاهدناها في العام المنصرم، وثم خوف متزايد من الناخبات الذي جعل من التجمع الوطني أن يأقلم خطابه. مثلا جورج جون بارديلا هو الشخص مثلا أكثر احتراما من أشخاص آخرين في أحزاب أخرى، جعل من النساء أكثر تشجيعا للتصويت للتجمع الوطني. الخطاب ضد اليمين المتطرف لم يعد يقنع الكثير من الفرنسيين، حتى في المناطق التي عادة تستخدم لمهاجمة اليمين المتطرف مثل منطقة النورماندي، ونتذكر انزال النورماندي وغيره. ما الذي تغير في قناعات الفرنسيين لقبول هذا الحزب المعادي للحريات العنصري ويجاهر بذلك المعادي لأوروبا؟ ما الذي تغير في قناعات الفرنسيين للدفع به إلى سدة الحكم والاقتناع بطروحاته؟ إن الكثير من الناس، وهنا أتحدث عن قاعدة الفرنسيين في المحافظات أو في المدن الكبرى، يقولون إنهم لم يجربوا التجمع الوطني، جربوا ما سواه، جربوا عدة أحزاب ولعدة مرات، وتدهور الوضع في فرنسا، وفرنسا تدهورت، وأن التجمع الوطني يمثل أمرا لم يختبروا. لذلك الكثير من الأشخاص يفكرون بهذه الناحية. ما تغير أيضا هو وجوه التجمع الوطني وخطابه، هو مؤقلم مع هذه الحاجات، وحتى مصطلح اليمين المتطرف يتم الاعتراض عليه من قبل صحفيين فرنسيين كدافيد جوباداس، وهم صحفيون معروفون يعتبرون أنه لا يجب أن نسمي التجمع الوطني كيمين متطرف بعد الآن. إذن المنتخب أو الجهة في السلطة تستمر في هذه التسمية. إيمانويل ماكرون الذي يحب أن يستعمل هذه المصطلحات، ومثلا عدة مناسبات تاريخية في فرنسا يستعملها خطابيا ضد مارين لوبان، وحينما ننظر إلى الإحصائيات الموجودة مثلا حينما كان في إنزال النورماندي، حينما كان جو بايدن مع ماكرون يحتفلون بالسادس من حزيران، كانت معدلات التجمع الوطني استثنائية، وحينما كان جون بايدن مع ماكرون فإن التجمع الوطني تجاوز 30%، وأيضا مرشح التجمع الوطني في عدة مناسبات تجاوز 43%. إذن هؤلاء الأشخاص الذين عاشوا هذه المناسبات أو هذه الذكريات في الحرب العالمية اعتبروا أن التجمع الوطني يمين متطرف، لما صوتوا له.
برأيك ما توقعاتك للجولة الثانية من هذه الانتخابات في 7 يوليو المقبل؟ هل سيتمكن اليسار من تحقيق المفاجأة وقطع الطريق أمام اليمين المتطرف؟ وماذا سيحصل أيضا إذا لم ينجح التجمع الوطني في الحصول على الأغلبية؟ سؤالان يواجهان للغاية. اليسار والحزب في السلطة، إذن حزب ماكرون سوف يحاولان سد الطريق أمام وصول جان باردلا إلى مقر رئاسة الوزراء. وباردلا قال إنهم إذا لم ينالوا الأغلبية المطلقة ونالوا الأغلبية النسبية فإنه لن يكون شريكا لمانويل ماكرون، لذلك يجب للتجمع الوطني أغلبية مطلقة في الجمعية 3 إلى 4 أرقام. إذا ما كل المرشحين تجاوزوا 12.5% سوف يكون، فإن التجمع الوطني سوف ينال أكثر من 300 مقعد، وهذه نسبة كبيرة سوف تسمح له بالحكم وسوف يسمح لجوردان باردلا أن يكون رئيس وزراء. إذا ما كانت الغالبية أي الجبهة الشعبية وإيمانويل ماكرون تحالف، لأنه في بعض الحالات في الجبهة الشعبية ثم حزب جان لوك ميلانشون مع عدد من المرشحين الذين يشكلون مشكلة والذين تم على اعتراض على بعض أقوالهم واعتبرت معادية الإسلامية. و نعم فرانسوا غوفان على حدة، ولكن بايار وهو مرشح للجولة الثانية تم الاعتراض على أقوالهم. هل سوف يدعون إلى ترشيح هذه الشخصية المعروفة في جبهة اليسار في الجولة الثانية؟ لذلك هنا تكمن المشكلة. يعني ثمة حاجة للتحالف مع أشخاص من الأحزاب البيئية، من الشيوعيين، من الحزب الاشتراكي. التجمع الوطني سوف يحصل غالبية أو على غالبية حوالي 300 إلى 290 مقعدا، وهو يحتاج إلى 289. والحالة الثانية أنه إذا ما كان يريدون طريق السد للرئيس أو للتجمع الوطني فيجب أن يتحالف وأن يطلب من الناخبين أن يصوتوا لجهات يكرهونها، مثلا الماكرونيين يكرهون بعض الأحزاب ويحاربونها. وفي كل الأسباب أو في كل الحالات سوف يعطي الأفضلية للتجمع الوطني، وناخبي اليومين سوف يصوتون للتجمع الوطني ضد فرنسا الأبية وضد ماكرون، وهذه هي ديناميكية لصالح التجمع الوطني. نعم، يعني تقريبا كل السيناريوهات تصب في مصلحة اليمين، تجمع اليمين. وفي هذه الحالة أسألك، من يمكن أن يكون رئيسا للحكومة إذا لم يكن هناك أغلبية مطلقة للتجمع الوطني واليمين المتطرف؟ إذا ما إيمانويل ماكرون، إذا ما جوردان باردلا لم ينل الأغلبية المطلقة، إذا ماكرون اختار شخصية سوف يختار شخصية سوف تعين من قبل هذا المعسكر، معسكر اليسار، وستكون متحالفة مع معسكر ماكرون، فإنه يمكن أن يكون رافائيل لوكسبان فرانسوا أولاند إذا ما تم انتخابه، لأنه من غير الواثق إذا ما سوف يتم انتخابه لأنه رشح نفسه في كرز ولم تكن النسبة التي حققها كافية. ربما قد يكون هو، ربما قد يكون أشخاص آخرين. الكثير من الأشخاص يفكرون في جان لوك ميلانشون، ولكنه هو يحاول إثبات وجوده وإثبات أنه احتمال، يتحدث بكل الأماكن. والبارحة تحدث باسم الجبهة الشعبية الجديدة، في حين أنه ليس حتى
الشخصية الرئيسية فيه ليس الممثل، ليس مرشحا فيه، تحدث هو الذي تناول الكلمة، هو اعتبر نفسه شخصية رمزية فيه. لا أتخيل أن ماكرون يعين جان لوك ميلانشون على أنه رئيس الوزراء المستقبلي، يبدو لي مستحيلا، ربما سيلجأ إلى شخصيات أخرى بإمكانها أن تنبثق في هذه اللحظات، ولكن في كل الأحوال سوف يفضي إلى إحباط هائل، وربما سوف يرجح التجمع الوطني للانتخابات في 2027. روجيل سمر كاتب صحفي، شكرا جزيلا لك. شكرا. بهذا نأتي مشاهدينا إلى ختام هذه النافذة من باريس. تابعنا فيها وتحللنا فيها الأرقام والنتائج لهذه الانتخابات وسيناريوهات، أيضا سيناريوهات كثيرة لا تزال مطروحة قبل 7 أيام تقريبا من الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية الفرنسية، والتي ستكون حاسمة بطبيعة الحال لتحديد الفائز النهائي في هذه الانتخابات. عودة الآن إلى الزميلة هنادي في استديوهاتنا في لوسيل. شكرا لك جمال.